وين راح نايم الصبح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي الرزق ابو محمد. الله يعزك يا ابو نادر، والله انت اخ وعز ان شاء الله. عمي قول يا جبار الخواطر. يا رب. يلا ادعي لنا ابو نادر. الله معك، كتر خيرك. بسم الله الرحمن فنجان قهوة بسرعة، ناسي رح يقتلني. أنس شو في؟ اطلب لك دكتور؟ فنجان قهوة هنادي. آخ! بسرعة! حطين بنادول. شملان! نعم ماما. لك ود قهوة بسرعة. عادل ماما. ودلي! عادل! أنس شو؟ لك يلا صباح، ما خلصتي لبس؟ تعي كملي لي القصة. وصار سعيد وهشام يتدافشوا. يلا يسلم ايديك يا هشام يا حق. وفكوه الناس اللي بالطريق وخلصوا لسعيد من بين ايدين هشام بالزور. يلا يصلحون، كانوا يتركوه يطحنوا طحن. امي شو يتركوه ما يتركوه؟ انا خايف القصه تكبر. لا تقولي لي ما بتكبر، لانه جوزك بيكون هلا ناوي لك نيه ثانيه، ما بيعرف يقوى الا على النسوان. ان شاء الله بتقبر قلبي يا هشام، والله بحبك من صمصومه قلبي. هذا انا مربيته والحمد لله ما ضاعت فيه الترباي. انا فاكره. عادي. حاضر امي. امري من بكره بترجعي للدوام الصباحي. حاضر امي رح ارجع. وبس تفيقي بتتصلي بالمغضوب جدا لبنتك. حاضر امي رح احكي. بعدين انا رح افيقك مشان نروح نشق على ورده. حاضر امي منشان الله بدي نام. يو انا مين بدي احكي لك؟ على شو امي؟ على قتلة سعيد. تعي لهون لكون زعلانة عليه لهالنواقصي. يا ريت وطحن وطحن، يا ريت وموت وطحن خالص، كان فشل لي قلبي. ناقصك شي أبو معروف؟ إذا ما بلحق حالي رح ينهيني الدكتور حمدي. عندك زباين برا؟ لا تستعمليهم، صرفيهم ما بدي شوف حدا.
على راسي. ولك شبك فجبت فرد فجمه؟ مفكر ما وراك اهل؟ قلي لي شوف وين عم بتروحوا ومع مين؟ العمى والله كنتوا مثل البنات. عظيم، لا لحالك قلتيها مثل البنات، وانا امي خلاص قررت ما بقى اصير بنت. لك يا امي هي الكلمه بتنقال للمدح. لك دخيلك انت والمديح. اخ دخيلكم، لك ارحموني الرمله، لكني ارحموني بقى. هي بقى بسيطه، خدي لك كاسه مي بتصحي. شو قصدك ولا؟ ماما مو قصده شيء، لما رحنا على الصيدلاني قال شربوها كاسه مي صحه. باسل أنا طالع، بدك تروح معي؟ شرف جاوبه اللي بدك يا بصير، أنا ماني طالع. لك يا أمي بدكن تروحوا روحوا، بس خبروني يعني اطلعوا بس بالعقل. لك أمي خلاص خلاص، أنا ماني صغير، أنا طالع. أبي خليكي مع نظامي تبعي. طيب يا بسا أنا بورجيك لأبوك المسا. أنا حلوة، أنا بطة سودة، أنا بطة بيضاء، أنا ولا شي ولا شي. السلام عليكم سيدي أبو أنس. وعليكم السلام، في شيء؟ مزبوط هالخبر اللي سمعناه سيدي؟ أنو خبر؟ أنو خبر؟ معناها ما لكم دريانين، لا ما بدي خوفكم نظامي، ما بدي خوفكم هيك. مش هالعصام؟ معناها صحيح الخبر؟ إيه صحيح، هي جيتي من المستشفى لهون. يا ستار، يا ستار، الله يكسر إيديهم، الله لا يوفقهم على هالعملة. أنتوا منين دريتوا؟ سيدنا المعمل كله مطبول نظامي، بعدين في ضابط شرطة ما شفته؟ ايه أنا من امبارح دريت وسألوني. عم بيقولوا الشغلة سرقة ما سرقة. ايه أنا هيك فهمت، الظاهر اللي ضاربينه صار إله جزدانه. إيه الله لا يقشع عن الخير بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولك يخرب بيته، واحد درويش معتر شو بده يلتقى معه؟ الله يعين أمه ومرته. في شي تاني؟ لا سيدي، بس أنا حبيت أتأكد منكم نظامي لأنكم مصدر موثوق. تأمرونا بشي سيد راسنا؟ يلا السلام عليكم. الله لا يوفقهم، لك الله يخرب ديارهم كيف ما فتلوا وشهم وكيف ما تلفتوا يا حق. وميمة؟ وين رحت يا اختي من بكير؟ رحت لعند امه لعصام. شو القصه اختي؟ في ناس هاجمين عليه وسارقين منه المصاري وضاربينه. يا لطيف، يعني انت بتعرفي امه؟ شفتها مره او مرتين. يعني انت كنتي شاكه ورابطه القصه ببعضها البعض؟
من حقي. شو لقيتي ماما؟ لا الموضوع مختلف. الله يعينه هالعصام، ما بكفي جوازته من هالمجرمة كمان اللي صابه. ماما عمو عصام متأذي كتير؟ داخل بغيبوبة. يا لطيف شو فيش؟ يلا بسرعة شو بطيئة. الله لا يشبعكم لعب، تعالي عندي انت وياها خلود. نعم ماما. نعم ماما. اشطفوا ارض ديار بما انا ساوي غرفة ستكون اسمه اخوكم نايم، يلا قوام. يلا امي شوي مصطفى. شوي مصطفى شاطرة بس باللعب، يلا قوام. سوا انا رايحة، إذا سألتك علي لي أنا فوق بالغرفة. لك مجنونة هلا بيجي عمك أبوكي؟ لك هلا بيلتوه بعمتك وردة، ما تطول، يلا باي. يا ربي بدي اشطف ارض ديار لحالي. لك ما بكفي اللي عم تعمله بالبنت، كمان اليوم بتبهدلها بالشوارع. هشام مثل اخوها وانا اللي مربيته، فهم. هلا بدنا نضل نعيد ونفتر بهالصا. قبل اطفئ السيجاره قلت لك معي ربو. هاي طفيناها امرك حجي، ما راح نضل نعيد ونفتر بهالصا. قلت لك غلطت غلطت، بس والله فار الدم لراسي. معلش يا حجي ادري، الله وكيلك لحطها بعيون التنتين. الله يرضى عليك لك ابني، مياتكن انقطعوا. شو انقطعوا ما انقطعوا يا حجي؟ اصلا جوازتكن من الاول غلط بغلط، وانا بدي اقول لك الدغري، من الاول انا مالي رضياني. روح ضب مرتك الاولانيه واولادك واترك هالبنت بحالها احسن. ايوه بعرف، ليش ما بعرف؟ بعرف مالك رايتيني، اصلا انت هاللي عم تكبري براسها. صباح يا صباح وينك؟ تعالي نحكي كلمتين وبدي امشي. ايه هيفاء، ايه كتير ضروري ارجوكي تيجي اليوم المساء عنا، في موضوع بدي احكي فيه مع اميمه وانس، بدي اياكي تكوني موجوده لو سمحتي. ايه ابو انس، انا عندكم بالفيلا. ايه خلص انا قاعده، الله معك. شوفي ابو انس بده اياني ضل عندكم، قال في حديث ضروري بدي احكي معكم وأنا لازم أكون موجودة. معناها تماما أنا عندي مشوار ساعة وبرجع. سلام. الله معك. لك صباح، بعرف حالي إني غلطان بس بوعدك من هلا ورايح. تعال هون، كم مرة وعدتني وعدتها؟ لك يا حجي يا حجي، مسحي وشك بالرحمن، مسحي له وشك بالرحمن وكوني محضر خير. خلاص ولا أنا طول عمري ما بعمل إلا الخير. لك يا حجة يا حجة، هاتي إيدك لبوسة بس خليني أعرف أحكي كلمة مع المخلوقة. دخيلك يا رب بسكتها، قادر تسكتها. يبعث لك قتلك إلهي عم تدي علي، إن شاء الله أنت وعيلتك يا حق. يا بشو ما عليك عم تتقاوى على نسوان؟ شو مفتكر ما في ورانا رجال؟ لك صباح، والله مو هذا قصدي مرت عمي، أعوذ بالله أنا أقصد هيك، والله أنت مثل أمي وأعز. صبوحة مشان الله لا تخليني اتبهدل اكثر من هيك، احكي لي بكلمه فهميها انه مو هذا قصدي، وفهم علي انت كمان. لك شو بدك تفهم عليه؟ 100 مره صرت حكي هالكلام، نحن فهمنا عليك وانت مالك عم تفهم علينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مرت عمي مشان الله خلينا نعرف نتصالح بقى، حاجه والله حاجه. مشان شو تتصالحوا؟ نحن ما عندنا صلح بنو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك صبوحه اسمعي، انت ترك ايدها ولا هالحلقات اللي مالها طعمه. صباح والله انت غاليه علي، غاليه كثير وانا ندمان، بس وقت اللي شفتك ماشي مع هشام ما كنت عرفان انهم كانوا بالمستشفى. والزلمه يلي بهدلته شو نسيته؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك يا مرت عمي، هذا الزلمه كان ماشي مع مرتي، مع مرتي كان ماشي. لك كم مره قلت لك انه هذا الزلمه انا مربيته، انا مربيته مثل اخوها. صبوحة هذا الزلمة أنا رايح أعتذر منه. منيح تنبسطي؟ بدك شي تاني؟ ما حدا عملها غيري، بكفي؟ لا ما بكفي حبيبي. مرت عمي إن شاء الله، شو بدك؟ ها؟ تعال هون لشو؟ أمرك. عود لحاكيك كلمتين. أمرك. وين فتح عينك هالقد؟ لك مالك قدي، مهما عليه ترضيه ما رح تطلع قدي. شو
شو قلت ابو البيس؟ لك بعشر دقايق بتعمل ربحك روزين ثلاثة. لك ايش بك؟ لحلحها، الشغلة ما بدها تفكير. والله يا شباب ما بعرف، يعني خايف. لك لا تكون جبان يا اخي. ما ماني جبان، بس برقين كمشنا يا اخي. ما رح ننكمش، صرنا عاملينها خمس ست مرات. لك الشغلة كلها على بعضها دقيقتين وهات يا ركض. طيب ماشي، ايمتى؟ بكره. ماشي اتفقنا. يلا سلام. مع السلامة. وردي حبيبتي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتها أمي. الله يرضى عليك وعلى أخواتك يا أمي. وردي إن شاء الله سامحيني، والله العظيم ما كان قصدي. ميني ميني حول حول ميني حول. خلصنا بقى أمينة، هيك الله راد. وردة صارت منيحة، ما عاد شو عم تبكي. خلاص الله يخلي لي اياك يا حمزة. ان شاء الله سامحني. استغفر الله. ان شاء الله. خلاص أميني، خلاص أميني سامحتك. بس ارحمك، خذ وقتك. أنا بعرف إني أنا غلطت، وغلطت كبيرة وما بتنغفر. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا أمينة. أمينة خلص ما عاد تبكي، قلت لك سامحت. الله يرزقك، يوقف لك ولادي من الحلال يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك، الله معك. يا رب يا رب. حنن قلبه علي يا رب، حنن قلبه علي يا رب. الحمد لله الحمد لله. سالي أنا كل يوم بدي أشوفك. يسلم وحياتك، كل دقيقة وكل لحظة. بس مثل ما قلت لك الوضع بالبيت ما تحسن، وأمي لساتها على حالتها، وجوز عمتي عمل حادث. أنس أنا خايفة. ليش؟ لهجتك بتقول أني بحبك. سالي الحب مو عيب، انت ليش اخذي هالموقف وكانه جريمه؟ الحب بعمره ما كان جريمه. لكن ليش دائما حذره وخايفه؟ انس انا بدي اياك صديق وبس. وانا بدي اتعرف على ابوك. لا بدي اتعرف على كل عيلتك. تريرم، موسيقى تصويريه.
لقد خفق فؤادي يا سيدي. استعجلتي سالي، كان لازم امسك ايدك بالاول. امتى ما بتحب؟ انا رح بتطمن على ماما اليوم، واذا كانت احسن بيجي لعندك. بابا بيعجبك، بشوفك لحالك اذا بدك. مو هيك قصدت. بتقول ممنون ولا بمشي؟ ممنون للساعة اللي تعرفت عليك فيها. شو طالعة معك غليظة؟ سالي، ايمتى؟ راح تجيب لي معك ورد؟ لا. تفضل. عجبتني هالرشوة. خلص انت اتصل وانا بخبر بابا وماما مشان يتعرفوا عليك. هذا اللي طلع معك يا حجة؟ لك في ام بالدنيا ترضى طلاق بنتها؟ ايه، لما بتكون بنتها مدعوسة ومظلومة وكل يوم والتاني عم تاكل قتلة، تطلع براسها راح تصلع من كثر ما بتشدها من شعرها. وانت التانية ما قدرتي ما تحكي كل شيء مو؟ لا، بدك اياها تاكل قتلتها وتسكت وترقص لك كمان. والله انت هاللي حترقصيني دببي، بتعرفي للرقص الدببي؟ دببي حترقصيني. ايه روح رقص ببيتكم مو عنا. لك احكي، شبك خستي لا من تمك ولا من كمك؟ يلا اضربها قدامي لشوف، اضربها. لك يا مرت عمي خليكي محضر خير من شان الله. لك ان شاء الله انت ما بتشوف الخير يا لك يا حجة. اضربني، انا بدي اياك تضربني، ضربني لشوف. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لك حسبي الله ونعم الوكيل منك. ان شاء الله بيتكسروا ايديك ضربي ست ما يرد. ابكي ابكي على عيوني. لك شو حنقلك؟ ما قلت لك لا تفوتي ولا نسيتي بنتي؟ لك يلعن الساعة اللي تعرفنا عليك فيها يا كلب. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه فانتيا، شو الاخبار؟ الدكتور حمدي كتير متوتر، اجا اتصال كتير زعجه، يمكن من الباشا. ايه راح فورا عند هيلا. خبريني فادية بس ترجعي. لا 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 تخافي، ما تخافي، ما حدا بيعرف عنك. منتظر تليفونك. مع السلامة. كيف؟ طبعا لك. جهزي بسبورك. مع السلامة. معلم حللنا اياها وجيب لنا شي شغيل بقى. ايه هاته وخبط نصه. ما شفت ولد اللي جبناه شو عمل فينا؟ لك اخي بدك واحد تبعته عبيوت العالم يبيض وشك. مزبوط. طب هلا هدول كويات ست فاديه مين بده يوديهم؟ ايه ما حدا غيرك بيوديهم. عن جد؟ لا ما حذرت معلم، رح روح على السوبر ماركت شوف اذا في حدا ياخذهم. لك سبحان الله على الزلمه شو صعب وخلقه ضيق. شوف بس أنا اليوم رح مرق لك ياها، مو مشان شي بس لأنه أبوك مانو رايق. بس إذا بتضل على هالفلتة هي تبعك أنا رح أحكي له وأنت بتعرف شو بيصير. لك دخيلك، أحكي له شو رح يقطع راسي؟ يعني أنا ماني عامل شي. كتر خيرك كتر خيرك يا بسام يا مربى، كتر خيرك. كتراني اخطائك يا ابو معروف. يا ريت ما تحكي معي بلاشة. كيف رضاك على العلاجية؟ والله سحرك اقوى من سحري. علمني مشان ما اضطر ارجع لكم. على فكرة اتفقت انا وياها تنقل لي اخبارك، واوهمناها انه نحن مختلفين.
بس ما بكفي؟ كل هالطاعة بس لأنها اطمنت إنه إلي أعداء؟ عندها رغبة شديدة إنك تنتهي. بشو بتنصحني؟ سمعت إنه بمستشفى المجانين في تخت فاضي. بدك يعني جننها؟ علمك ناقص يا أبو معروف. أبو شعبان كان أقوى منك وأمكن. أنا التقيت بالشيخ محمد يوم الجامع وعملت معه موعد نروح لعنده على البيت، بس هو سألني عن حضرتك إذا حتكوني موجودة أو لا مشان تكون مرته أو بنته البيت. أكيد بدي أجي. إمتى الموعد؟ وقت اللي حضرتك تكوني جاهزة هو جاهز، مشان مرته وبنته يبعتون على الضيعة. قلت لك بحب إنه هو يحكي بهي المواضيع بشكل خاص كثير قدام حدا. يعني هلا أنا رح أجيبك بس جاي. لا تطولي. كل هالطاعة بس لأنها اطمنت إنه إلي أعداء؟ عندها رغبة شديدة إنك تنتهي. ناجية! ناجية! شكرا يا هيفاء انك انتظرتيني. خير ابو انس؟ شغلت لنا بالنا. ما راح اطول عليكم. انا عملت اتصالاتي وتاكدت من شخصيه الرجل يلي قابلته اميمه بالمطعم، وطلع الدكتور حمدي يلي حكى عنه الدكتور سمير. انا من الاول متاكده من هالشيء.
والشي الأفظع والأهم يا أميمة أنه طلع طبيب أعصاب ومساهم بالمستشفى يلي تعالجتي فيها. هذا يعني أنه كلامك ممكن يكون صحيح. لا، كلامي 100% صحيح. هذا الشيء اللي راح يأكده أحد الأصدقاء، بس طلب مني الكتمان وعدم التصرف بالشيء. ليش؟ مشان يقدروا يراقبوا ويثبتوا عليه شيء، لأنه قضيتك ما عندنا فيها أي دليل. حتما إذا دري الدكتور حمدي أكيد راح ياخد حذر. مظبوط، خاصة أنه أميمة واجهته بالمطعم. بابا أنا يوم ترجعت على المطعم وتأكدت أنه اسمه الدكتور حمدي. وليش يا بابا ما قلت لي؟ ليش خبيت علينا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي نظرتك لأبوك؟ معلش، أنا شاب عذره ومتعاطف مع أمه. أنا ماني زعلان منه، زعلان من حالي على الفراغ اللي بديتي بيني وبين زوجتي وابني. أنا محقوق، أنا الحق علي، كان لازم أتفاعل وأتعاطف مع أميمة. وهلأ ما صار شي؟ لا، صار شي كتير كتير. أسئلة كثيرة لازم أجاوب عليها بالأول. أميمة، مشان الله تركيني بحالي. ناجية، ناجية، نعم. الشيخ حسام برا؟ ملتوع برا. فوتي. لك لا نحل بيت ولا نجنبي. فوق مو بنتها كانت ماشية مع هشام. ايروق. وفوق ذنبه هالكلب. مو لك الحكي، مو لك. لك عم تنطر، لك عم تنطر. شو بك عم بسام؟ ليش انت عم تطلع فيه؟ ما في شيء. في بتمك حكي. لك لا في بتمي ولا في يحاكيك الحكيم ان شاء الله. بدك شيء يا بسام؟ انا ماشي. عود هلا بنمشي سوا، بدي حكيك جوز كلام نظامي عندي بالبيت. نمشي. يا سيدي الله يخليك اياك ويطول بعمرك. انا تعبان كثير يا سيدي، تعبان وبالي غيرك. الك الله يا شيخ حسام، الك الله. لا اله الا الله. سيدي الله يخليك لا تخبي علي حتى لو مشاني. شو الموضوع بين أخي هشام وبين مرتي؟ أخوك ومرتك يا شيخ حسام مثل الأخوات، مثل ما عم قلك أخوات بكل معنى الكلمة. الله يريح قلبك يا سيدي مثل ما ريحت لي قلبي. الله لا يحرمني منك. بس في موضوع مهم جدا بديك تساعدني فيه يا شيخ حسام. قدامك سيدي، واجرك عند الله كبير. على راسي. رح رتب الامور وبعث لك خبر. على راسي. بس امتى؟ خلص، انتظر مني خبر. امرك سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته.
شو قصدك يا بسام؟ اخي قصدي واضح، عم حاكيك نظامي. انت وصباح ما رح تحسنوا تكملوا مع بعض، لك اخي بدها تتعبك. بس ما بحسن اعيش بلاها يا بسام، ما بحسن اعيش بلاها، عم اقول لك بحبها. لك اخي انت وانا منعرف منيح انها ما رح تحسن تنسى لهشام. كانوا يحبوا بعض، وهالقصة رح تضل تنخر بعظمك وتتعبك. لفها بسام، لا تجرح. ولك المثل بيقول لا تفرح له اللي بضحكك، افرح له اللي قلبه عليك، وانا صاحبك، قلبي عليك، عم حاكيك نظامي. لك بس يا اب بسام. لا تبسبس لي، انا قلت اللي عندي، اعمل اللي بدك اياه. خلوني اعمل لنا فنجانين قهوه تروق راسك. عود ما بدي ضرب السخن هلا. لك حيرتنا، لا بدك ضرب السخن ولا عم تخلينا نقوم نمشي. لك اسمع مني، خلينا نروح على الكباريه نغير جو. امشي. شفتي شلون ربعت مندوزا؟ مندوزا مسخن. ولك الحكي مناطق يقطع عمرك، شو بتكسرنا قديفه للبني ادم؟ دب. ناجية عم تلعب فيك يا ابو معروف. بجوز، بس ليش ما قلتوا لي انه بدكم تفوتوا حدا عليها؟ وحدة شريفة بطاها، في افضل من هيك وسيلة نهددها فيها لحتى تطيعك؟ ليش ما اخذتوا رأيي؟ ومن اين تهلك رأيي؟ هي معك. اللي بيمشي تحت المطر بينبلوا تيابه، واللي بيمشي بالليل بكير عليه. بتحكي عن الليل، لساعتها خفاش أعمى. ليش؟ جاي وقلبك مليان بالغيرة، شوية تانية بتقلي شرفي وعرضي. أهل الليل ما بيتعاملوا هيك أنفاس، دراكولا يحرق النور، وانت إذا ما عشقت العتمة رح تنتهي. تهديد؟ نصيحة. سمعني إياها بلكي بعمل فيها. لسه قلبك عم ينبض، لازم يموت لحتى تعيش. وكيف بدي اقتله؟ دوس ناجية، رح تحرق بنارها. وإذا ما حسنت؟ ناجية مثل الجمر، رح تشويك. وين الصح؟ وجودك مهم ليضل هذا السؤال. وإذا غبت؟ رح نلاقي البديل. ما عم قدر اعرف شو في براسه هلا ابو معروف. اخي ما رح نخلص مع القصه بقى. انا ما عم بفهم انت ليش موجع راسك. مشوار على الشرطه بتحكي لهم اللي صار معك وهن بيدبروك. لا ان شاء الله. مو شرطه، لازم ارميه بايدي. اخي هذا الحكي مو منطقي. انت زلمه هلا صرت مسؤول عن سياره، يعني هي الساعه حقها مصاري؟ صح.
أنا رايح شغلي هلا، بعدين دبر عندي. قول الله أخي، قول الله. وعليكم السلام. شو جاي بكير صباح خانو؟ أخذت إجازة من غير راتب. ليش؟ شو خايفة منه؟ بدي رتب أموري مشان أجيب بنتي. إيه منيح. صحيح ماما ما رحنا شقينا على وردة. روحي نعمي لك شوي وبس تفيقي منروح منشق عليها. روحي لحالك، أنا مو جاي عبالي شوف حدا.